مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم مجددا باش ندردشوا في موضوع كيهمنا الجميع. الملاحظ انه خلال هذه المرحله ديال الكونفينمون اللي عشناها مع هذا الفيروس وهذه الجائحه العالميه كوفيد 19، وليداتنا حدث واحد التغيير في حياتهم بشكل او باخر. مرحله الكونفينمون كلها وليدنا كملوا الدراسه ديالهم عن بعد عبر بي سي، عبر تابلت او التليفون. من بعد جات العطله اللي ما كانش ممكن اننا نبرمجوا ليهم خرجات او لا نديروا دي بروغرام دي زاكتيفيتي وغير هادشي، فاضطرينا اننا نردخوا لامر وحيد اللي يمكن انه يخلق المتعه بالنسبه للاطفال ديالنا. اعطيناهم التليفون، اعطيناهم التابلت، واعطيناهم التلفازه، فاصبحت عندهم واحد القدره على الاستهلاك اللي تثير نوعا ما طبعا حل النقاش ديال الوالدين مع بعضهم. من بعد جاء الدخول المدرسي، كاين منا اللي اختار ان وليداتو يكملوا الدراسه ديالهم عن بعد، وبالتالي مره اخرى كيستعملوا كل الادوات التكنولوجيه، وكاين من ابنائنا بطبيعه الحال التحق بالمدارس ولكن تبقى دائما بتناوب، يعني نهار قاري في المدرسه نهار في الدار، دائما التواصل عن طريق التكنولوجيا. وسط هذا الشيء كامل ولادنا عاشوا واحد النوع من الاختناق، تعب النفسي، ارهاق الطاقه ديالهم، بحيث انهم ما عندهم حتى شي وسيله او لحل من غير اننا نرفعوا عليهم عن طريق الالعاب الالكترونيه او اننا نخليوهم يتفرجوا لساعات طويله، وده كيصعب علينا التحكم في هذا المجال. هذا في الدردشه مع الاباء كلشي كيقول لك وما عندنا ما نديروا، الظروف الحاليه ما خلات لينا ما نربي وما نحبسوا وما نقنعوا وما نحيدوا، مضطر انني نخليهم يتفرجوا الوقت كله، مضطر انني نخليهم يلعبوا الوقت كله لان ما عنديش كيفاش ندير ليهم. في المقابل صبحت كطرح اسئله، واش حنا غاديين في مسار صحيح ام ان المساله كتشكل خطوره كبيره على ولادنا، والرسائل اللي يمكن يكونوا كيكتسبوها ولادنا امام الشاشات بدون العلم ديالنا صبحت كطرح علامات استفهام كبيره. لهذا الغرض هذا كنستضف معايا ضيفين كريمين اللي برفقتهم غادي نتناقشوا في الموضوع. كنستضفوا معنا السي محمد بن سلطانه وهو مسؤول تقني لمختبر الابتكار بمؤسسه بنكيه، مرحبا بك سيدي محمد. شكرا. وكنستضفوا ايضا ما غنقولوش ضيفه من اهل الدار، الدكتوره ايمان اخير وهي طبيبه نفسيه للاطفال، مرحبا بلالا ايمان. الله يحفظك لالا، يخطيك. بدايه لالا ايمان، ربما كثير من الناس كيكون عندهم تخوفات من بعض الاضطرابات السلوكيه اللي كتجي بسبب هذا الاستهلاك، يعني وليداتنا غير كيستهلكوا. كنشوفوا حالات ديال ربما اللي كتعطاها متلازمات الشاشه او لا لونفون ديكرون، كاينين اضطرابات اخرى من حيث ان الوليدات كيوليو اجيتي بزاف، ما كنتحكموش فيهم، ما كنتحكموش التصرفات ديالهم، وللاسف ما بين الحركيه الطبيعيه والحركيه المفرطه راه غير شعره بسيطه، فبعض الاحيان الوالدين كيستعصى عليهم الامر. مي كنتكلموا على هذا العالم هذا، كيفاش يمكن تحطينا في الفرص في يعني في الصوره، وحنايا كنتكلموا على واحد الشاشه اللي من موراها بزاف ديال الحوايج كتخبى. بالنسبه لاستعمال الشاشات عند الاطفال طبعا كيبقى كل سن والاحتياجات ديالو، كل سن شايل الخطوره ديال الشاشات عليه. فاش كتهضري اسوقي نعطات المثال ديال لي زونفون ديكرون، يعني الاطفال الصغار اللي كيكون يلاه كيتعلموا التواصل في السنوات الاولى، يعني حتى الاربع سنوات كيتعلموا التواصل، وكيكون واحد التعرض كبير للشاشات، وبهذا مشكل طاحوا فيه عدد من الاسر، هذا كيأثر عليهم بواحد الشكل كبير، يعني انه كينقص غنقولوا الكيفيه والحجم ديال التواصل عند هاد الطفل. يعني كنلقاو اطفال اللي ما كيبقاوش كيتلموا وتتعودوا على الشاشات وكيكونوا في ادمان ديالها، انهم ما كيبقاش عندهم واحد الاهتمام بالعالم الخارجي، انهم كيقدروا حتى بالنسبه للتعلم ديال المفردات اللغويه حتى هو كيكون بواحد الطريقه اللي كتكون بطيئه، انهم كيوليو كيسدوا على راسهم، ما كيبقاش عندهم الاهتمام لا بالاسر ديالهم لا بما اللي كيوقع بالمحيط الحقيقي ديالهم، كيوليو عايشين بما هو فيكتوال وما هو مهمي. هادي كيف ما كان الحال بالنسبه للاطفال اللي كيكونوا صغار، يعني كنقولوا الاطفال يلاه كيتعلموا التواصل. اما بالنسبه للفئه العمريه اللي كتكون مثلا كما قلنا في نقدروا نبداو بالابتدائي، يعني الاطفال من السن ديال 6 حتى 12 سنه، فكيف ما قلتي كنلاحظوا اول حاجه كتكون عندهم هما العلامات النفسيه الجسميه، يعني انه بالنسبه للاستعمال المفرط ديال لي زيكرون ديال الشاشات يقدر انه يعطوهم مشاكل ديال النوم، اضطرابات في الاكل،
يقدر انه يخليهم يكون عندهم واحد الحركه اللي زائده، يقدر يعطيهم واحد المشاكل ديال التركيز، يقدر انه يزيد حتى بالنسبه ديال العنف نظرا للمحتوى اللي غيكونوا كيشوفوه اذا كان كيتفرجوا في الشاشات واحد المده طويله. وطبعا بالنسبه للمراهقين كيبقى على حسب كيف ما كان الحال المحتوى ديال هذا الشيء اللي غيهتموا فيه في الشاشات. بعضهم كيطيح مع الاسف الشرك ديال الادمان، الادمان ديال المواقع الاباحيه، الادمان ديال الشراء، الادمان ديال الالعاب الالكترونيه، الاستعمال ديال مواقع التواصل الاجتماعي بواحد الطريقه اللي كتكون كترجع ليه بطريقه سيئه، يعني انه كيدخل كيف ما قال لك يمكن انه غيطيح في المشكل ديال التنمر او انه غيكون علاقات مع ناس كبار اللي غيكونوا كيتربصوا به. دونك كيف ما كان الحال فاش ما كاينش واحد التقنين لاستعمال الشاشات عند الاطفال الا وغيكون عنده واحد العواقب وخيمه كيف ما كان السن ديالو. نعم يعني لا سمحتي ليا سي محمد، ربما ملي كنتكلموا على الجانب الممتع من التكنولوجيا غالبا وليداتنا كيمشيو لي جو. ومن قبل فسرتي ليا بانه كاين واحد التقسيم، يعني ما كنتكلموا على لي جو راه ماشي كنتكلموا على استعمال احادي، وانما كاينه مجموعه من الامور اللي كترجم هذا العالم هذا. قربنا اكثر من الصوره على المستوى التقني. نعم اذا كما شرحت لك كاين عدة انواع من 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 الالعاب كاينين كما كنعرفوا الالعاب في لي سمارت فون ولا في لي تابليت، وكاين الالعاب اللي في لي كونسول بلاي ستيشن اكس بوكس، والالعاب في البي سي. دونك ما بين هاد جوج ديال 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 الانواع كاين عندنا عدة محتويات اللي ما يمكنش اللي ما كيخصش ان الوالدين يغيبوا عليها ولا ما يلاحظوا ولا ما يكونوش متقربين من الطفل ديالهم فيها. دونك بارابور الالعاب اللي كاينين اللي في السمارت فون خصنا بيان سور نحاولوا ما امكن اننا نحددوا الالعاب اللي كيدخل ليها الطفل ديالنا، ونشوفوا شنو كي انستالي في هذاك التليفون ولا في هذيك لا تابليت. يعني ما نخليوش ليه الفرصه انه انستالي ولا يدخل اي لعبه بغا، حيت كيكون عندهم هاد الالعاب هادو واحد التصنيفات كيكونوا تصنيفات على حسب الاعمار. وبطبيعة الحال في التليفون من لعبة كان كيصدق داك الطفل يقدر يشوف شي محتويات اللي ما ماشي ادابتي ليه هو وادابتي للاج ديالو. ولكن في الصنف الاخر اللي هو الصنف ديال لي كونسول، واللي بطبيعة الحال كيتلعبوا مع واحد الشاشه واللي كيمكن لينا نشوفوها بطريقه اقرب من الشاشه ديال السمارت فون ولا ديال لا تابليت، حتى هذه كيكونوا فيها تصنيفات. بطبيعه الحال كاينين العاب اللي كيكونوا عنيفه، والعاب اللي كيكونوا رياضيه ولا 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 بلو 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 سوفت. غير هو واحد الحاجه اللي مهمه بزاف هي الادمان على 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 هاد على هاد الالعاب هذه. خص ضروري من واحد الاستعمال ولا واحد اللاعب اللي معقلا اللي ما يتعداش ساعه او ساعتين في اليوم. كاينه واحد الدراسه اللي خرجات في 2014 اللي دارتها الجمعيه ديال الاطباء النفسانيين في الولايات المتحده الامريكيه، واللي خرجات بنتائج على الفوائد ديال هاد الالعاب الالكترونيه. يعني ملي كتكون هاد الالعاب الالكترونيه ولا ملي كيكون اللاعب على السمارت فون ولا على الكونسول كيكون بواحد الطريقه معقلانه ما كيتعداش ساعه في اليوم، كينمي بعض القدرات ديال الطفل، بحال القدره على التركيز، بحال الذاكره، بحال القدره على اتخاذ القرارات. وكيخلي ملي جاو كيديروا مقارنه ما بين الاطفال اللي كيلعبوا والاخرين اللي ما كيلعبوش، لقاو ان هذوك الاطفال اللي كيلعبوا مرحبا بي جو ريبرون. دونك لقاو بلي ان قاسات الدراسه بان الاطفال اللي كيلعبوا
كي كتكون عندهم واحد كتكون عندهم واحد لا فاسيليتي انهم يكريو دي ليان مع اطفال ولا اشخاص اخرين، دونك يكونوا بلو سوسيابل، وكيكون عندهم داك القدره على التواصل اكثر. القدره على التواصل اكثر. نعم السي محمد، قبل ما نرجع عند ايمان، يعني كاينه بعض الالعاب اللي عرفت واحد الشهره كبيره. انا ديريتي بهذا العالم كتبقى يعني في واحد الاطار معين، ولكن من اشهر اللعاب اللي كتبادر للذهن ديالي عند الاطفال ربما كلقاو مايكرافت، كلقاو في المقابل ايضا دي جو اللي كانت قاتله بحال الحوت الازرق، لعبه مريم. هاد اللعاب اللي او هاد لي جو اللي الوالدين ما كتكونش عندهم درايه كبيره بها. ربما الا تكلمنا على لو جو الاول فيه واحد النوع ديال لو موفمون ديال البناء الى غير ذلك، لي جو الاخرين كيقدروا يوصلونا لواحد النهايه اللي هي خطيره. كاب وكام اللي ثقافته كتبقى محدوده في هذا العالم هذا، وكنشوف بلي وليداتنا متطورين على المستوى التكنولوجي اكثر منا، كيفاش نقدر نحدد شنو اللي غينفعو وشنو اللي ما غينفعوش؟ الوغ كاينين عندنا وحكينا عندنا واحد العدد كبير من الطرق. أول وأنجع طريقة هي أننا نقوم بالربط ديال البروفايل ديال الطفل ديالنا في جوجل ولا في أبل على حساب الهاتف ديالو، وهذا الشيء كيمكننا أننا نحددوا البيريمتر ديال لي كونتوني اللي يمكن له يشوف في مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات اللي يمكن له يشوف في يوتيوب، وحتى التطبيقات اللي يمكن له ينستالي في التليفون ولا في التابلت ديالو. هذا من جهه واحده. من جهه اخرى كاين عندنا لا ليميتاسيون ديال لو طون باسي سور لي ابليكاسيون دو تيب جو. وهذه القضيه هذه حتى هي يمكننا نديروها على حساب الا كنا في كيف ما كان النوع ديال الهاتف او لا التابلت. و بطبيعه الحال اون فوا كنديروا هذه القضيه هذه، الوليد ديالنا ملي كي يدخل التليفون كيلعب واحد هذيك المده اللي تحددات ليه، فمن بعد ما كيمكنلوش كاع يعاود يدخل التطبيقات ولا الالعاب اللي محددين في داك في داك في داك السنف اللي عنده لا ليميتاسيون. نعم، اذا الوالدين عندهم القدره على انهم يحدوا هذه المساله هذه في تعامل الابناء ديالهم مع الالعاب الالكترونيه. غادي تسمح لي محمد نمشي عندك دكتوره ايمان، يعني ملي كنتكلموا على هذا الجانب هذا، هو الملاحظ انه مثلا خدينا مواقع التواصل الاجتماعي راه كيقول لك حتى تكون عندك 18 عام عاد يمكن لك تستعمل هاد المواقع هذه. للاسف كنلقى وليدات عندهم 12 عام، احيانا 8 سنين 10 سنين، وكيسمحوا لهم والديهم بانهم يديروا يكرييو لو كونط فيسبوك ويكرييو لو كونط انستغرام الى غير ذلك. هاد المساله اللي كتبين الخطوره ديال استهلاكهم لهاد الجانب هذا. ايضا الادمان على هاد الالعاب الالكترونيه، الادمان على هاد العالم هذا، كونكم يعني مختصه فين كتشوفوا يقدر يوصلنا، خاصه وانه كنلقاو بانه كاين العاب اللي هي قاتله، كاين ربما واحد الاستقطاب للاطفال والشباب بطرق او باخرى عبر اشهارات عبر مجموعه من الامور باش يكتشفوا بزاف ديال الالعاب ويكتشفوا هذا العالم. كتبقى من اكرون لاكرون انت غادي، حتى احيانا كتلقى راسك وسط العاب اللي هي مدمره. وربما اللي عطينا المثال منها وشفنا حالات في العالم ديال الانتحار اللي كان سبب فيها العاب الكترونيه. ايضا صبحنا كنواجهوا واحد المخدر جديد اللي هو المخدر الرقمي اللي كيشكل واحد الخطوره كبيره على وليداتنا، والوليدات كيكونوا في الدار جالس في بيته سد عليه ما كاينش مشكل، ولكن راه كيتعاطى المخدر بطريقه او باخرى اللي انت ما كتكونش عندك درايه بها، حتى كتبدا تشوف لا بغينا نقولوا لي زامباكت بسيشيك واورغانيك على الابن ديالك. ففين يمكن نوصلوا وفين كيخصنا نحبسوا ونقولوا شي حاجه ماشي نورمال في ولادنا؟ نقاط مهمه بزاف. اول نقطه بالنسبه للوليدات كيخصهم المواقع التواصل الاجتماعي، هنا كيجي دور الاباء والامهات، انه كيكون واحد الدور ديال الوقايه، باش كنعلموا الاطفال ديالنا
يعني شنو الضوابط ديال استعمال الانترنت، هذه حاجه ماشي غير جنونيه في تسميهم، ولكن على الاخر تقدر انها تساعدني حنا كوالدين. اول وحدين كنعطيو لهم، كنعطيو للانسان الاطفال ديالنا استعمالنا مواقع التواصل الاجتماعي وتعلقنا مع الانترنت. الا كانت حنايا كوالدين كنغلطوا في عالم الانترنت وكنستعملوا بواحد الطريقه عشوائيه وكنستعملوا بواحد الطريقه كبيره، فما كنقدروا ان نوصلوا هذا الموديل، هذا المثال للاطفال ديالنا. مهم اننا قبل ما نصيفوا في الشات ديال انه الطفل كيف ما قلت لك يستعمل الانترنت اللي كيكون مواقع التواصل الاجتماعي والمذكره، هنا كيزيد الدور ديال الوالدين انه تكون التربيه الصحيحه تكون مع كل ما له علاقه بالعالم الرقمي. يعني انا اصلا الطفل ديالنا من الاول كنعلمو انه لي زيكخو ما عندوش علاقه بهم قبل من العام من سن ديال عامين، انه من عامين حتى لتسع شهور يلاه يقدر يشوف لي زيكخو الكبار وغيكون بالحضور ديالنا. الانترنت ما كاينش علاش يدخل لي قبل من سن تسع سنوات، وكيكون حنا عندنا الحق في الاول بالمراقبه ديال المحتوى ديال اللي كيشوف او بالحضور ديالنا، ولا كيناش حنايا معاه خصنا نراقبو من بعد المحتوى فاش كيوصل كيف ما قلتي لسن ديال المراهقه 12 13 سنه، وكيكون عدد ديال الناس اللي كيكونوا معاه مثلا عفوا في المدرسه عندهم واحد لي كونط ولا عندهم صفحات ديال التواصل الاجتماعي، صعيب اننا نمنعوه. ولكن اللي كيبقى انه مهم اننا نوجهوه شنو هما المخاطر ديالها وشنو هما الحدود ديال الاستعمال ديال هاد المواقع ديال التواصل، شحال الوقت اللي يستعملوا فيهم، شنو هما المخاطر اللي كاينين، وهنا كنوجدوا لهذا العالم هذا. هذه كنظن النقطه الاولى اللي قلتي بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبه اللي قلتي المخاطر، قبل ما نهضروا على المخاطر كيف ما قال الاخ اللي كاين معنا في البرنامج، لانه راه مع المخاطر كاين ميزات ديال الاستعمال ديالو. ما نكتبوش بلا الانترنت، راه هو اول نقطه دابا اللي ولات لعوضه الكتاب، فاننا كيكون عندنا الاستسقاء ديال المعلومه. حتى بالنسبه للالعاب الالكترونيه كيف ما قال راه عندها واحد الفوائد ديالها، اللي منها انها كتحسن تطور عند الاطفال ديالنا، كتطور عندهم الابتكار، كتطور عندهم الخيال ليماجيناسيون، كتعاونهم على التركيز، كتفهمهم اللي كنعيط المفهوم ديال لا ريكومبونس ديال الجزاء، كتعلمهم سرعه البديهه، كتخليهم انهم كيعملوا انهم في بعض الالعاب كيكون فيهم مجموعات، كتعلمهم انهم يخدموا كمجموعه. يعني كاين فيها واحد النقط اللي كيف ما كنحل ايجابيه، كتحسن اللي كنعيطوا حنا لا كوغديناسيون اوكولو مانيول، يعني استعمال اليد مع العين كتولي حسن، كتقوي الذاكره. ولكن كل شيء فاش كيبقى في الكم وفي الكيف، هنا فاش كيكون تتكون النقطه اللي مهمه الكيف والكم. يعني الكم كان خصنا اننا ما نفوتوش واحد الوقت معين في النهار، وما يكونش على حساب، يعني ما عمري ما غنقولوا تقريبا انه المشكل كيكون في الوقت كيف ما هو، شنو تيكون على حساب حاجه اخرى. الا كان الاستعمال ديال هذه الالعاب الالكترونيه والانترنت يكون على حساب الدراسه ديالو والحياه الاجتماعيه ديالو والحياه الاسريه ديالو والصحه الجسديه ديالو والصحه النفسيه ديالو، فهنا كنحط واحد الخط احمر بالنسبه للطفل ديالو، كنعاود نوجهو في المسار هذا الصحيح. كيف ما قلتي الا كان ما عندوش ضوابط، ما كاين اي حاجه كيكتشفها الطفل وكيكتشفها المراهق بواحد الطريقه اوليه، في الاول فاش كيكون عندي اكتشاف كنغرقو في الحاجه، يعني كندوزو فيها واحد الوقت طويل فاش ما كيكونش واحد التوجيه، هنا هي فاش كنطيحو في الادمان. من قبل ما كناش كنهضروا على هذه النقطه ديال الادمان، ولكن ما حد تطور عندنا المجتمع وما حد ولات كيف ما قلت لك العالم الرقمي ولا حاضر بواحد الطريقه كبيره في حياتنا. يعني يمكن ما كاينش شي بيت وما كاينش شي شخص ما كيستعملش العالم الرقمي بطريقه يوميه بواحد الدقائق، الا ما قلناش ساعات هذا في اليوم. ولكن شنو اللي كيخلي كنحطوا الخط بين ما هو طبيعي وما هو مرضي وما هو اشكالي، هو كيف ما قلت لك الوقت اللي كيتستعمل على حسب اش كيستعمل والترتبات اللي كتكون عليه كيف ما قلتي، لا على مستوى الصحة الجسدية، لا على مستوى الصحة النفسية، لا على مستوى العلاقات الاجتماعية، العلاقات الأسرية، ولا الدراسة ديال الطفل. فاش كنشوفوا بلا شي حاجة من هادو تقاس، هنا فاش كندخلوا في المرضي، وهنا فين كيكون دور ديال الآباء ديال الأسرة على العموم أنها تدخل باش تقدر توجه الطفل وأنها تعاونه باش كتعطيه الوسائل اللي كتخلي أنه كيخرج من الإدمان وكيرجع للاستعمال المعقل. ما عمرنا ما كنهضروا على نعني استعمال، مستحيل في هذا الوقت بأنه نقول فيه شي طفل ولا مراهق ما غيلعبش بالألعاب الإلكترونية ولا ما غيدخلش الإنترنت، هذه حاجة مستحيلة. ولكن الهدف فقط أنه يكون استعمال معقلا وعقلا مفيد ليه، وما يكونش على حساب حاجة أخرى. غادي نرجع معك إيمان لواحد النقطة اللي هي مهمة واللي تكلمنا عليها بطبيعة الحال، ولكن لا سمحتي لي قبل منها غادي نتجه عند محمد. يعني سي محمد، اليوم
الاطفال ديالنا لا جينيراسيون اللي طالعه جلهم عندهم واحد القدره خاصه على ولوج العالم الانترنت وعلى ولوج عالم التكنولوجيا. يعني ما شاء الله دابا كنلقاو وليدات عندهم 4 سنين، عندهم 5 سنين، عندهم 3 سنين، عنده قدره على انه يقبض التليفون وي مانيبوليه بطريقه اللي هي بسيطه وسهله. احيانا تلقى ولادنا عندهم تقنيات في الولوج اليوتيوب، في ولوج ربما الرسوم معينه كتعجبهم، في ولوج الاي بي تي في احيانا والقنوات اللي كتعجبهم، لي جو اللي كيعجبوهم، واحد السلاسه اللي ربما حنا كاولياء الامور ما عندناش هذيك السلاسه، ما عندناش ديك القدره. فتطرح التساؤل، هذا جيل كينو ديباس كما تنقولوا، يتجاوزون على المستوى التكنولوجي، كيفاش يمكن لنا اننا نبقاو حايطين بهم؟ الوغ طبيعة الحال كما ذكرتي هاد الجيل هذا واحد الجيل مميز اللي كنابل حنايا لو جارغون لي ديجيتال نيتيفز، الاطفال اللي تزادوا ولقاو التكنولوجيا من حولهم، لقاو التليفونات، لقاو لي بي سي، لقاو بزاف ديال 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 الحوايج اللي ما كانوش في الجيل ديال الاباء ديالهم. فكنظن انا ان الاباء اليوم ولا من الضروري لهم انهم يتانتريساو لهاد هاد 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 لو فينومين هذا ويبحثوا ويتمكنوا ويعرفوا بان كاين في انترنت ماشي كل شيء زوين وماشي كل شيء مزيان، باللي راه كاين المزيان وكاين الخايب. حيت الاغلبيه كيشوفوا انه ان الطفل ديالهم راه النهار كامل راه في البيسي، وراه النهار ولا النهار كامل راه سد عليه وشد في التابلت، كيقولوا مع راسهم راه 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 مزيان، راه كيقرا مزيان، نفضل انه يكون في البيسي ديالو على انه يخرج للزنقه ولا يتبلى ولا يتعطل شي حوايج اللي خايبين. لا، وراه ممكن يتبلى هو قدام البيسي. اكزاكتومون، مصيبتنا راه اكبر. هذاك الشيء علاش خاصنا خاص الوالدين يوعاو بالخطوره والمميزات ديال هاد لو دومين هذا، وانهم يحاولوا انهم يكونوا قراب من الاطفال ديالهم وقراب من داك الشيء من لي كونتوني اللي كيكونسوميو كيستهلكوا الاطفال ديالهم، كوسوا في الانترنت، في فيديو يوتيوب، ولا في لي جو فيديو. نعم محمد، كيفاش نقدروا حنا كاباء وامهات نطوروا علاقتنا بهذا المجال؟ كنعرفوا بانه ربما حتى الا بغيت تكون الانسان في هذا المجال، المدارس على رؤوس الاصابع اللي هي متخصصه في الديجيتال ومتخصصه في يعني في الكوميونيكاسيون ديجيتال، كما قلنا كاين واحد جوج ولا ثلاثه ديال المدارس الى حدود الان، مازال واحد لو سونتر داكتيفيتي اللي جديد. فاحنا كيفاش نقدروا اننا نكونوا نفوسنا، خاصه وانه ماشي غالبا الفيديوهات اللي كتوجد عبر الانترنت كتعطينا الحل الفعلي والنهائي؟ اشنو خاصني ندير باش نحمي وليداتي ونكون عارفهم شنو كيديروا في الانترنت؟ الوغ كاينين دورات تكوينيه، كاينين دي كور، دروس اللي متاحه مجانا، ماشي بالضروره فيديوهات ولا قنوات على اليوتيوب، ولكن كاينين حتى دي كور اللي مجانيه واللي دايرينها شركات بحال جوجل، اللي كتمكننا من اننا جوجل وحتى تويتر حتى هما دايرين هاد الدورات التكوينيه وهاد الدروس اللي كتمكن ناس اللي ما عندهمش درايه بالاعلاميات بالانترنت انهم يتعلموا بطريقه جد بسيطه المبادئ وتكون عندهم درايه بهاد المجال. نعم. انا رجع نتكلموا شي شويه على لي لوجيسيال من بعد ما نطرح واحد السؤال على ايمان. يعني دكتوره ايمان، ملي كنتكلموا على هذا العالم كيف ما قلتوا فيه واحد جزء مفيد وفيه جزء ضار، يعني كاين طرفين، كاباء وكامهات، وقتاش كيخصني نقول ولدي ولا بنتي خاصني نشوف الطبيب المختص
اللي يقدر يعاونني هاد الشيء راه إل مو ديباس. يعني وقتاش نشوف علامات على الابن ديالي او البنت ديالي اللي كتبين بانه القضيه كتطور بشكل سلبي وخاصنا تدخل طبي وعلاجي. نقدر نقول لك بلا بالنسبه للعلامات وما كيشبهوا العلامات ديال الادمان ديال اي حاجه اخرى تقريبا. كنلقاو بلا راه الطفل او المراهق كتولي عنده واحد الرغبه مليحه ما كيقدرش يتحكم بها باش انه يدخل الانترنت. يعني كيبقاو الا تمنع ولا منع راسه ولا منعوه الاسره ديالو انه يدخل الانترنت كيولي هذيك هو الهاجس اللي عنده ديال الانترنت يقدر يدخل. كيولي كيكذب بالنسبه شحال ديال الوقت كيدوزو في الانترنت. كيولي الاستعمال ديال الانترنت هو غنقولوا النشاط الاساسي اللي كيديرو هو في هذا في الحياه اليوميه ديالو. كيولي كيستعمل الانترنت باش يهرب من اي مشاعر سلبيه بحال الحزن ولا القلق ولا الشعور بالوحده. دونك تيتوجه الانترنت باش يهرب من هذه المشاعر. كيكون الاستعمال الانترنت ديالو على حساب كيف ما كنا قبيله على حساب الدراسه على حساب الحياه الاجتماعيه على حسب الحياه الاسريه. كنلاحظوا انه راه كيولي هادشي كلشي كيتراجع هذا فيهم. كيولي الطفل بالنسبه لاستعمال الانترنت كتاثر كيف ما قلت حتى في الدراسه ديالو. كيولي كيكون واحد التراجع في الدراسه ديالو. كيولي غادي وكيزيد في الوقت اللي كيستعمل الانترنت. يعني كان في الوقت فيه ساعه ولا ساعتين كيولي كيدوز 6 سوايع كيولي كيدوز 10 سوايع حتى كيلقى انه هذيك اللذه ولا هذاك الاكتفاء اللي كان عنده في الاول اللي كيجيه من بعد واحد المده بسيطه غادي وكيتزاد. هاد العلامات هما اللي كنقولوا العلامات يعني السلوكيه ديال الادمان ديال الانترنت اللي كنطلقوا عليها ناقص الخطر. ولكن كاينين علامات اخرى اللي كنقدروا اننا نشوفوهم حتى هما اللي منهم انه الا لاحظنا ان الطفل او المراهق ديالنا مع الاستعمال ديال الانترنت انه ولا عنده مشاكل ديال النوم دخل انه ولا عنده حالات ديال اكتئاب حالات ديال قلق ولا انه كيدخلوا في ادمان ديال حاجات اخرى كيف ما قلنا قبيله ولا كنشوف هذا الطفل ديالنا او المراهق ولا عنده مشاكل في التركيز تراجع في المستوى الدراسي. هادو كلهم حاجات اللي كتدق علينا ناقص الخطر. انت كنشوفوا الاختصاصي كاينين طبعا حاجات اللي يقدروا الوالدين يديروهم باش يعاونوا الطفل ديالهم قبل ما يشوفوا الاختصاصي. يمكن تكون عندها فرصه باش نهضروا فيهم هذا في البرنامج. ولكن فاش كنشوفوا انه ولا هذا الطفل ديالنا مع ان المساعده ديالتنا ما كفاتوش ولا انه تاثير كبير على حياته ولا انه بان عنده مثلا اضطرابات نفسيه كيف ما قلت لك اللي بحال هما القلق ولا الاكتئاب ولا مشاكل في النوم ولا العدوانيه ولو عنده زاد الادمان انترنت على ادمانات اخرى فهنا من الافضل اننا نشوف اختصاصي باش يمد ليه يد العون وحتى انه يعطينا وجهنا بالطريقه الصحيحه ورينا وسائل اللي غنقولوا افيكاس يعني وسائل اللي فعلا تقدر انها تعاون الطفل وما نضيعوش الوقت لانه ما حد الطفل او المراهق كان في انفيكساس يعني دوز وقت كثير في واحد السلوك مرضي ما حد كيكون صعيب انه يتراجع عليه. ما حدا كيكون كنتدخلوا بشكل مبكر وبشكل فعال ما حدنا كنحميوه انه ما يطولش في هذه الحاله وما تزادش عليه الحال. نعم غادي نرجع لنصائح الاباء والامهات كيف ما قلتي كيفاش يمكن لهم يدخلوا كمرحله اولى. ولكن مباشره بعد ما نتكلم مع سي محمد يعني كاينه واحد النقطه اللي هي مهمه هو انه في واحد الوقيته تقريبا كاع لي زوبيراتور اللي كانوا اللي عندنا في المغرب كانوا كيروجوا لو كونترول بارونتال يعني كيعطيو الناس الامكانيه ديال انهم ممكن يديروا الكونترول بارونتال عبر هاد لي زوبيراتور. الان يعني الوالدين احيانا كيطرحوا السؤال كيفاش نقدر ندير هاد لو كونترول هذا واش كاينين لوجيستيالات معينين واش كاينين لوجيستيالات خاصين كيفاش يمكن نخلق هاد الرقابه على ولادي بلا ما نحرجهم بلا ما نحسهم بانني كنتبعهم. انا فقط كنبغي غير نشوف احيانا المرحله العمريه كتولي واحد النوع من الخصوصيه عند الوليدات فبالتالي الوالدين كيتفادوا انهم يديروا داك الاحراج ولكن اون ميم طون كيبغي واحد اليد خفيه يعرفوا ولدو شنو كيدير وحتى الا كان شي حاجه يقدر يستبق فهاد الاتجاه هذا كيفاش نقدروا نصحوا الوالدين. الو كاين عندنا بزاف ديال الطرق باش يمكننا نديروا داك لو كونترول بارونتال. اول حاجه هي اننا نانستاليو ان لوجيسيال انتي فيروس اللي فيه الفلتراج او لو كونترول بارونتال اكتيف واللي كي بلوكي كاع لي سيت ولا لي كونتينو اللي ne sont pas adaptés l'âge de l'article de l'âge.
هذه أول حاجة. يعني انا كيعطينا مرحلة العمرية، مثلا طفل عنده 10 سنين، عنده 8 سنين، يعني كيعطيك اقل من المواد اللي اكثر من 8 سنوات لو يسمح لها الطفل باستعمالها، واش هكا كتكون الصورة؟ كنحددوا العمر ديال الطفل في هذاك اللوجيسيال ديال الكونترول بارونتال، وكيخلينا اننا نفلتريو، اننا نبلوكيو اوتوماتيكمون لهذوك المواقع او الصفحات اللي ماشي ادابتي لاج ديال الطفل ديالنا. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى يمكننا نستعملوا ولا نعودوا الطفل ديالنا انه يستعمل واحد المتصفح الانترنت اللي ادابتي، واللي كيكون هو باغ ديفو اكتيفي فيه داك لو كونترول بارونتال، واللي واخا يدخل الطفل ديالنا يدير واحد البحث في محرك ديال جوجل، ما غاديش يخرج ليه لي ريزولطا ولا لي كونتوني اللي ماشي ادابتي ليه. وكاين عاوتاني عندنا واحد الطريقه اللي ان بو بلوز افونسي، اللي هي اننا ناكتيفيو داك الكونترول بارونتال او نيفو ديال الروتور ديالنا، يعني تماما نصور الغوتور ديال الانترنت، يعني نوقفوا الغوتور ديال الانترنت. وهذه لافونتاج ديالها هي ان داك لو فيلتراج كيولي ماكتيفي على كاع الهواتف، اللوحات ولي بي سي اللي كيتكونيكتاو في الغوتور ديال الدار. كاين اشكال اخر اللي مطروح، هو انه دابا الوليدات ربما كيكون واحد النوع، لان كنعرفوا لي جو غالبا كيكونوا اونلاين، كيتلاقوا مع ناس اخرين من دول اخرى، من عالم اخر، احيانا كيكونوا دي كومبيتيسيون، لاحظنا بانهم تيكونوا. كاين بعض اليوتيوبر اللي من السن ديالهم اللي كيديروا نوع من الاشهارات لمجموعه من الالعاب الالكترونيه الى غير ذلك، يعني واخا تسد عليه حتى تعيا هو كيجيب لك الاسماء ديال بعض لي كونسول ديال بعض يعني الالعاب الى غير ذلك. فكيفاش نقدروا اننا نختاروا الاختيار الصحيح، خاصه وانا كنرجع بانه ثقافتنا كتبقى ضئيله في هذا الباب. يعني جولنا لعبنا في الجو فيديو الاولي كيف ما قلنا كان يعني بتقنيات اللي هي بسيطه، ثقافتنا كتبقى محدوده في هذا العالم، اليوم تطورت بشكل كبير. فكيفاش نساويو الطبقه مع الوليدات ديالنا ونعرفوا الصح من الخطا في الاختيار ديال هادشي اللي كيتم التسويق دياله؟ الوغ كاين كنظن انا الطريقه ابسط طريقه هي اننا نتانتريساو لداكشي اللي كيشوفوا الاطفال ديالنا. ما نقولوش بالله راه صافي راه مهنيين منهم، راه حنايا ترونكيل، راه خدامين، راه كيلعبوا، راه كيديروا كيلعبوا كيدوزوا الوقت ديالهم. بالعكس، خصنا نتانتريساو للمحتويات ولي كونتوني اللي كيشوفوا، ونتواصلوا معاهم، نحاولوا نتواصلوا معاهم ونطالعوا على دوك لي كونتوني اللي كيشوفوا. حيت انترنت دابا راه كمثال ديال الانترنت نقدروا نشبهوها بحال في الزنقه، بحال اللي كنقولوا للاطفال ديالنا انهم ملي يشوفوا ملي يكونوا خارجين في الزنقه، الى جا عندهم شي حد هضر معاهم ما كيعرفوش ما يمشيوش معاه، الى قال لهم شي حد هاك خذ هذه كل هذه ولا شي حاجه، انهم ما ياخذوا حتى شي حاجه من حتى شي حد. فنفس المثال كينطبق على الانترنت، حيت الانترنت يمكن اي واحد يلا غنختار واش غيلعب في الشارع ولا غيلعب في البارك ولا يجلس مع الناس ولا غيختار هاد الناس. اذا خاص يكون عندنا واحد الدرايه والتواصل مع وليداتنا. تماما، خاص يكون عندنا واحد كما قلتي درايه وتواصل مع الاطفال ديالنا، ونحاولوا نشوفوا حتى المحتوى والمحتويات اللي كينشروا الاطفال ديالنا في الانترنت، حيت ماشي غير سي با دو لا جوست دو لا كونسوماسيون،
راه كاين اخذ وكاين رد، كاين حتى واحد الوقت كيوليو حتى هما كيبغيو يتواصلوا، كيبغيو ينشروا الصور ديالهم، كيبغيو نحاولوا نكونسييو البنيتات ديالنا انهم ما يبارطاجيوش التصاور ديالهم اون مود بوبليك مع اي واحد، الا كانوا الا بغينا بيان سور نخليوهم، وما كانوا مازال ما واصلش السن ديال 18 سنه وبغينا نخليوهم يدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي. وطبيعه الحال كما قلت لك يكون واحد تتبع عن قرب لاكتيفيتي ديال الاطفال ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي. من هنا محمد، يعني واش كتفضل انه نخلي ولادنا في عالمهم مع المراقبه، يعني كيديروا كيلعبوا في التليفون طابليت بي سي ولكن حنا تنراقبوهم، ام اننا نقربوا لهم اكثر من حيث انه يختاروا هاد لي جو او لي كونسول اللي يمكن يلعبوا بهم، ولكن في نفس الوقت كنخلقوا واحد الفضاء ديال التواصل ما بيناتنا، كنلعبوا معاهم، تنقراو على هاد لي كونسول، كنعرفوا الابعاد، كنعرفوا شنو واقع. يعني هي شي شويه متعبه، ولكن ايهما كتشوف بانها احسن؟ ماشي تقييد لحريه الاطفال ولكن خوفا عليهم. وصراحة أنا كنفضل أننا نكونوا ناخذ لا دوزيام اوبسيون اللي تكلمتي عليها، هي أننا نكونوا متقربين أكثر من الأطفال ديالنا، وأننا نشاركوا معاهم هذاك النشاط ديالهم على الإنترنت. كنا كنهضروا طوطالوغ على لا كونسول وي، فلا وي هي باغمي لي كونسول اللي يمكننا نلعبوا فيها مع الأطفال ديالنا، ونديروا واحد لاكتيفيتي في قدام الشاشة، ويمكن العائلة كاملة تلعب فيها ماشي غير الأطفال. وبهذا كنكونوا تقربنا، وكنكونوا كنكسبوا هذاك الثقة ديال الأطفال ديالنا، كيكون ديك الثقة متبادلة. وش بونس كو الدكتورة إيمان تقدر تفيدنا أكثر في هذا الموضوع؟ يعني على سبيل البسط، لما إدمان جماعي ولا إدمان فردي؟ لا، ماشي ادمان بداك الطريقه ديال اننا ندوزوا الوقت ديالنا كامل في 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 في, في الالعاب الالكترونيه. لا، ضروري من واحد التقنين، من واحد التقنين واحد. وكما قالت الدكتوره، ما خصش يكون داك الشيء اوديتريمون ديال حاجه اخرى، صدق لا ممكنش نلعبوا ونخليوا القرايه ونخليوا الواجبات المنزليه ونمشيو نبقاو نلعبوا. نعم، دكتوره ايمان، من هذه النقطه غادي نمشي، كنخلقوا واحد الجو عائلي، دي زاكتيفيتي اونصومبل. كنشوفوا بلي دابا صعيب باش نديروا دي زاكتيفيتي برا مع الوضعيه الوبائيه، اذا باش تخرج وليد كيلعب على راحته شي شويه كاين التخوف، كاين من الاباء اللي دابا حبسوا وليداتهم وما كيمشوش للمدرسه كاريمون خوفا عليهم او على الصحه ديالهم، ربما حالتهم الصحيه يعني فيها اشكال يمكن انه يتطور بشكل خطر، فبالتالي كيتفادوا انه يمشوا للمدرسه. باش غادي دير له دي زاكتيفيتي، يعني سال دو سبور او لا شي رياضه كتعجبو، او لا دابا كلشي متوقف، الحل الوحيد اللي كاين هو التلفازه طابليت بي سي لي جو، هذا هو الحل الوحيد باش يمكن يرفع هذا الوليد على راسو، باش يقدر يبدا لا سمين بطريقه اللي هي حيويه. فهاد النقطه هادي نبغيو نتفرعوا فيها شويه اكثر قبل ما نمشي نتكلم على شنو خاص الوالدين يديروا. بالنسبه لواحد النقطه اللي قالها الضيف العزيز، كيف ما قلتي لي قبيله، بالنسبه لشنو هو الاختيار اللي كيبقى احسن بالنسبه للوالدين بالنسبه لهاد الالعاب الالكترونيه، كنظن انه الردع كيكون هو اخر حاجه، اننا نردعوهم واننا نقول لهم راه شوف، الا جينا عند الاطفال ديالنا والمراهقين وقلنا لهم لا راه الالعاب الالكترونيه راه خايبين وراكم كتضيعوا فيها وقتكم وما كتقراوش وما كديروش، ما يسمعوش لينا. يعني بالنسبه لهم حنايا في هذا المجال عندنا جهلاء، ما عارفينش علاش كيهضروا، ما عارفينش شنو هما الاهتمامات اللي كاينين، شنو هما اللي اكتشفوا، لانه راه شنو اللي كيخلوهم كيلعبوا في الانترنت، راه حتى الالعاب الالكترونيه، لكن يعني الحب ديال المنافسه، انهم تيتلاقوا مع اشخاص من بلدان اخرين، انهم تيخرجوا بواحد الجو ديال الملل، انهم كيهربوا حتى من واحد الواقع اللي دابا حنا عايشينه كامل، اللي صعيب علينا كامل ديال الستريس نظرا لهذا الوباء العالمي. دونك راه كاينين مزايا اللي خلو، كاينين حاجيات عندهم اللي ما لقاوش فين يفرغوهم وخلوهم في الالعاب الالكترونيه. الا جينا من الاول ما اعترفناش
بشنو هما المزايا ديالهم وما فهمناش شنو فيهم، ما عمرنا نقدروا اننا نتحاوروا معاهم ونهضروا معاهم ونقولوا فعلا احنا راه متفقين معاكم انهم فيهم مزايا، ولكن بلاتي نفكروا مع هاد المزايا شنو هما الاضرار اللي كاينين. وهنا فاش كنحلوا الحوار مع الاطفال ديالنا والمراهقين ديالنا وكنشوفونا اننا راه حتى حنايا فاهمين الحاجيات ديالهم وكنقدروا اننا نعطوهم بدائل اخرين، هنا فين كيقدروا حتى هما كيرجعوا كيفكروا وكيغيزون وكيفهموا بلي راه فعلا بالنسبه للاستعمال ديالهم راه يقدر ماشي المشكل في انهم كيستعملوا الالعاب الالكترونيه ولا الانترنت، ولكن الطريقه. وهنا نقدروا ديك الساعه انا نوجههم بالنسبه للطريقه الصحيحه ديال الاستعمال. اذا نمشيو للشق اللي سبق وتكلمنا عليه، في حالات اذا ما بدينا كنحسوا بلي المساله بدات كتطور بشكل سلبي ولادنا بداو كيدخلوا في ادمان، شنو خاصنا نديروا كوالدين كمرحله اوليه، خاصه وانه ثقافه كما قلتي المنع او البونيسيون اللي جل الوالدين بداو كيمشيو بها دابا كتكون شي شويه صعيبه في بحال هاد المواقف. كيفاش نقدر نستقطب ولدي عندي وفي نفس الوقت اولا بنتي عندي وفي نفس الوقت نحميه من الطريق اللي هو غادي فيها واللي غادي ترجع بالسلبيه على الجسم ديالو وعلى الصحه النفسيه ديالو وعلى حياته بصفه عامه؟ كيف ما قلت قبيله النقطه المهمه كتبقى النقطه الاساسيه هي الحوار. فاش كنقول الحوار شنو يعني كيف ما قال لك كيخص هاد يكون عندنا الصبر ويكون عندنا واحد الرؤيه باش اننا نقدروا نوصلوها بواحد الطريقه سلسه الاطفال ديالنا، يعني اننا نشوف معهم خطوه بخطوه. يعني فاش كنشوفوا حنا بلي راه كاين واحد التغييرات على هاد الطفل المراهق هو شي مرات كيكون دون لو داني كيف يرفض انه يعترف ولا حتى انه يشوف بلي راه الاستعمال ديالو فعلا راه طرح ليه مشكل. هادشي علاش مزيان اننا كنبسطوا الامور وكنطرحوا عليه بطريقه اوبجيكتيف، يعني كنوريوه شنو اللي كنخلينا حنايا كنظنوا بان الاستعمال راه مرضي باش نقدروا حتى حنايا نعاونوه، نقدروا اننا ندير واحد الحاجه اللي كنطلبها بالنسبه الناس اللي كنشوف مثلا الاطفال المراهقين اللي كيجوا عندي اللي كيجيبوا من الاباء ديالهم وكنطلب منهم واحد الحاجه بسيطه انهم فقط يسطروا استعمال الزمن ديالهم ديال الوقت فاش كيدوزوا باش كيشوفوا بعينهم، يعني هذاك استعمال الزمن كيكونوا كيديروه هما بالمساعده ديال والديهم باش كيبان لهم شحال كياخذ لهم الانترنت ولا كتاخذهم الالعاب الالكترونيه على حساب حاجات اخرى. فاش كيشوفوا هذوك الاستعمال الزمن قدامهم كتكون هذيك اول نقطه كنبنيو عليها، كنبنيو عليها بالنسبه لي اذا نقولوا لي الا كنتي كدوز تقريبا واحد نص الوقت ولا ثلثين الوقت مثلا في الانترنت والالعاب الالكترونيه، واش كتظن الثلث اللي باقي لك غيكفيك باش تاكل وتشرب ودوز وقت مع العائله ديالك وتنعس وتهضر مع الاصدقاء ديالك وتقرا؟ كيبان لي كيفكر كندفعو بانه يفكر بواحد الطريقه صحيحه. ومن بعد حتى فاش الى سمحتي في هذه النقطه دكتوره ايمان، واش ما كتشوفش بلي حتى حنا راه خالقين ازمه؟ لان وجود الاباء والامهات كتلقاه دخل من في العشيه للدار مثلا بوغ سو ديستريسي كيقبض تا هو التليفون، يعني سلام 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 الا جلس دار معاهم كاسكروت ولا تعشى معاهم راه انجاز كبير، وقبطين التليفون، الاب قبض التليفون، الام قبضت التليفون، الطفل قبض الطابليت ولا كيتفرج التلفازه. حنا يعني انا عجبتني التجربه ديال بعض الجداوات اللي كنت شفتها وزوينه بزاف، هو انه في الاجتماع العائلي الاسبوعي ما قبل كوفيد ان شاء الله يرفعنا ربي هذا البلاء ونرجعوا لحبابنا وعائلتنا، الجده من الباب كتحط سله حط التليفون ديالك غادي نجلسوا جلسه عائليه، شي حاجه اللي بدات كتغيب ربما في المجتمع ديالنا. لاحظنا ايضا حتى بالنسبه للمرحله اللي قرينا فيها وليداتنا عن بعد او حتى دابا الوالدين ما عندهمش الخاطر، كاين عصبيه مفرطه، يعني تيقول لك انا ما قادرش نستحمل انني نجلس ومدار في السرلي وعندك وهادي وستريس وبزاف عليا هادشي وانا خدمتي وتمارا الى غير ذلك وبقى كونترولي صافي غير يمشي هيت هكا التلفازه هكا البيسي هكا الطابليت. اذا واش كتشوف بانه حتى حنا عندنا فينا مشكل كيستدعي العلاج؟ ربما حتى حنا كنشكلوا صوره من صور الادمان اللي كتبرز على الشخصيه ديالنا، على الستريس اللي كنعيشوه في حياتنا، العصبيه المفرطه اللي كتبرز مع وليداتنا، ما بقاتش عندنا الكانه يمكن ديال اننا نتواصلوا مع وليداتنا. نبغي تدققي لي في هذه الصوره دكتوره ايمان وتواصلي الجواب ديالك. كيف ما قلت لك حنا كنعطيو الموديل للاطفال ديالنا، ما كتدخلش العقل اننا نكون حنا متناقضين مع راسهم مع الاطفال ديالنا. ما يمكنش الطفل ديالنا نقولوا ليه ما تستعملش التليفون بواحد الطريقه كبيره وحنا حدا كنستعملوه في الوقت، ما نقدروش نقولوا ليه انك ما تلعبش بلا كونسول واحد بالساعات وحنا حالين قدامه التلفازه طول الوقت، مش معقوله. يعني كما كنحال باش حنا كنعطيو خصنا نكون حنايا يعني هضرتها تكون كويرونت، غادي قد هضرتنا قد فعلنا. ما يمكنش تقول لي حاجه وانت كدير هذه حاجه اخرى
وثاني نقطة اللي مهمة كيف ما قلتي البدائل، ما يمكنش هذا الطفل غتقول ليه شوف ولدي وشوف بنتي ما تستعملوش الانترنت وهو ما كاينش بدائل، يعني حنا ما عندناش الخاطر نجلسوا معاه، ما عندناش الخاطر نهضروا معاه، ما عندناش الخاطر نديروا انشطة أسرية، ما عندناش الخاطر ندوز وقت مع وليداتنا وغنقول لهم عرفتي شنو غادي دير، حنا ما عندناش بدائل، ولكن اللي غادي دير انك غتجلس بوحدك في الغرفة ديالك بلا ما دير والو. ما يمكنش كيف ما قلت لك اول حاجه كنديروا اننا فاش كنبغيو نقولوا ليه نقص من الاستعمال ديال الانترنت راه في نفس الوقت كنوفروا ليه بدائل على قدر المستطاع، ما كنقولوش شي حاجه حتى بالنسبه لاستعمال الانترنت نقدروا حتى كيف ما قلتي مع الظروف دابا اللي عايشين اننا ما غنحيدوش الانترنت، ولكن نقدروا اننا نوجهوه انه يكون واحد الاستعمال فيها اللي مقبول، يعني استعمال في العاب اللي غيكونوا اجتماعيه، استعمال في العاب بيداغوجيه، يعني اننا نقدروا اننا ندوزوا واحد الوقت كاسره نتفرجوا في شي حاجه مع بعضياتنا، نلعبوا في شي حاجه مع بعضياتنا. وكنعطيو حتى المثال حنا ليه، يعني كيف ما كان الحال مثلا فاش كندخلوا مع الطفل ديالنا في واحد اللعبه الكترونيه وشفنا اننا دوزنا ساعه وقلنا ليه بون كملنا ساعه دابا غادي نتوقفوا، حنا كنعطيو ليه مثال، حنا كنبينوا ليه كيفاش انه يقدر انه يضبط نفسه. هذه اختيار كيبقى للوالدين، اما اننا كنختاروا اننا كنعاونوا الاطفال ديالنا في واحد الطريق بالصعوبات اللي كاين عندنا بالستريس اللي عايشين فيه، واما كيف ما قلتي كنختاروا اننا نخليوه يدير اللي بغى، وفي هذه الحاله هذه كيولي كيطيح في شركه ديال الادمان، كيولي كيطيح كيف ما قالك في الترتبات السلبيه لا على جانب الصحه النفسيه ولا الجسديه ولا الدراسه ديالو ولا العلاقات الاجتماعيه، عاد خصنا نعاودوا الخدمه من الاول، وهنا كتولي على ديك الساعه صعيب اننا نتدخلوا، لان كنتدخلوا من بعد ما كانت واحد النتائج اللي كانت سلبيه، وهنا كيتصعب شويه الامور علينا. نعم في جل الاثر يعني دكتوره ايمان كاين واحد المساله، هو انا غالبا الجدوات ويعني الجد والجده غالبا لا من الاب ولا من الام تيكونوا كيفشوا الوليدات اكثر، يعني ربما بعض الامهات اللي كيبغيو يحطوا كما كنقولوا لي بروسيدور مع الوليدات ديالهم كيلقاو صعوبه مع الجد والجده، غالبا وليداتنا كنبداو نلقاهم كيقولوا لي كان ديني عند جده ديني عند جدي، لان عارف غيمشي الفوضى ما كاين اللي غيقول لي شي حاجه ما كاينش اللي غيكونترولي غيدير اللي بغى. فالناس اللي كيتحطوا في هذا الموقف هذا كيفاش نقدر نطلق لولدي ونعاود الرد، خاصه وانه احيانا كتولي هذه الصوره المتضاربه، انا كنقول لا والاب والام ديالي مثلا كيقول لك لا وخليه وبارك على هذا الولد وانت قتليه وانت خنقيه الى غير ذلك، فتتعطاه فرصه ديال انه يلعب ما بين الحبلين، كتعطاه فرصه ديال انه يكون حر وما يحترمش القواعد اللي حنا حطيناها مع بعضياتنا. ففي هذه الحاله هذه كيفاش خاصهم يتصرفوا الوالدين سواء الاب او الام؟ كيف ما قلتي لك كان واحد التضارب في الاراء وما كانش واحد الانسجام بالنسبه للقواعد اللي كنسطروها بالنسبه لاستعمال الانترنت ولا الالعاب الالكترونيه عند الاطفال ديالنا، هذا اكيد غيؤدي به غيشوش الطفل ديالنا وغيخليه انه غادي يدخل كيف ما قلتي في واحد الاستعمال، اما غيلقى واحد الطرق حتى هو ديال يعني غيلقى دي فاصون دادابتاسيون، غيعرف بلي راه باش نقدر نلعب اما غندخل البيت ديالي ولا غادي نمشي عند الام ديالي اللي غتخليني ولا غنمشي عند جده ولا هذا. المهم كيف في هذه النقطه هذه انه كنوقفوا حنايا كنصبروا حنايا كوالدين، لان المسؤول المسؤولين الاولين والاخرين على التربيه ديال الطفل كيبقاو هما الوالدين، يعني حنا الاولين كنسطروا واحد القواعد بالنسبه لاستعمال ديال الانترنت ولا الالعاب الالكترونيه من حيث كما قلت المحتوى، من حيث الوقت اللي كيدوز فيها، من حيث الاختيار ديال المده الزمنيه حتى هي. بالنسبه لهذا الاستعمال هذه القواعد كتسري على الطفل فين ما كان، كان معانا كانت عند جده كان في المدرسه كنا حنا مسافرين وخليناه بوحدو، كنحاولوا اننا ما حدنا حنا على الاقل في الوقت اللي عندنا حنا واحد كنكونوا حاضرين معاه وعندنا واحد التحكم، ماشي غنقولوا تحكم والكونترول يعني اننا كنوقفوا ولا كنردعوا، ولكن كيكون حاضرين باش اننا كن اون لو سوبرفيز كنعاونوا بانه يحترم هذوك القواعد، على الاقل في هذاك الوقت كنركزوا عليهم. طبعا ما يمكنناش اننا نتحكموا في الاستعمال 100% ديال الوقت ديال الطفل ديالنا، ولكن باش كنبني واحد الركائز صحيحه كنكون يعني حنا منسجمين بالنسبه لهاد القواعد، هاد القواعد كنحترموها كيف ما كانت الظروف، وكنطلبوا من الناس اللي يعني حنا كنخليو لهم الطفل ديالنا كانوا من يعني كما قلتي من جده ولا من جدات ولا من شخص يمكن يكون عندنا كيساعدنا في البيت ولا الخال ولا الخاله ولا العم ولا العمه ولا اللي بغيتي، انهم يحترموا هاد القواعد هادو على حسب حنا كيفاش بغينا نربيو الطفل ديالنا، ولا شفنا انهم ما قادرينش ولا ما باغيينش في هذه الحاله خصنا نتحملوا مسؤوليتنا كاباء وكامهات اننا ما نخليوش ولدنا ولا الطفل ديالنا البراني، لانه بذلك كما قلت لك حنا غادي نربيو من جهه وغادي تخسر من جهه اخرى.
نعم بصدق النقاش ممتع جدا برفقتكم، ولكن وقت البرنامج كي او الساعه كتمر بسرعه. نبغي نرجع لك سي محمد، يعني ختاما شنو هي الرساله المباشره اللي تقدر توجه بها الاباء والامهات حول استهلاكنا لهذا العالم هذا، وخاصه انه كان استهلاك مفرط خلال هذه المرحله اللي عشناها؟ الوغ الرساله اللي كتوجه بها الاباء والامهات هي التقرب من الاطفال ديالهم، التقرب منهم والتقرب من المحتويات اللي كيستهلكوا، مهم ومهم بزاف. حيت في الانترنت كاين كل شيء، كاين الخايب كاين الزوين، والاطفال ديالنا عرضه لهذا الشيء هذا كامل. دونك خاصهم يوعيوا الاطفال ديالهم، خاصهم يتواصلوا بطريقه مستمره مع الاطفال، ويحاولوا يوجهوهم للحاجه الزوينه والحاجه الخايبه. مؤخرا وهذه النقطه كنت باغي نتكلم عليها، ولات واحد الظاهره اللي كبيره بزاف اكثريه عند المراهقين، ولاو اغلبيه كيشوفوا واحد بحال قلتي لي سكسيس ستوريز قدامهم ديال دي جون اللي عندهم نفس العمر ديالهم، واللي ولاو يوتيوبر، واللي ولاو كيربحوا المال، واللي ولات المهنه ديالهم هي انهم يلعبوا في الالعاب الالكترونيه نهار ومطر. ولاو الاغلبيه كيقول لك انا ما بغيتش، ما بقيتش باغي نقرا، قرايه طلعت لي في راسي، بغيت نولي يوتيوبر، بغيت نولي نبقى كنلعب حتى انا وندير هذا الشيء، ندير مهنه من هذا الشيء هذا. ما كيعرفش بلي داك اليوتيوبر راه كيصاوب داك الشيء غير سبت الحد باش كيدخل الفلوس اخر الشهر، اذا هو من 2 و3 ولا 4 و5 والجمعه راه كيمشي يقرا على راسو. تماما. دونك هذا الشيء كيرجعنا للقضيه ديال التوعيه والتواصل، التواصل المستمر مع الاطفال. هي ربما هذه النقطه اللي شرتي لها يعني سي محمد هي مهمه بزاف، راه العالم الافتراضي ماشي هو الواقع، داكشي اللي كنشوفوه في اللي كيديروا لي زانفلونسور ولا لي زانفلونسوز ولا لي يوتيوبر ولا اليوتيوبرز راه ماشي هو الواقع، راه ماشي هي الحقيقه. اذا الحقيقه راه شيء اخر، وما يسوق في هذا العالم هذا راه شيء اخر. اذا ما غيتنفعك غير قرايتك، وما غتنفعك غير المجهود اللي كتقوم به باش تبني مستقبلك الواقعي وماشي الافتراضي. الافتراضي كيبقى افتراضي، وماشي كاع الصور والسفريات البدخ اللي يمكن كتشوفوه في هذا العالم ولي جو وداكشي اللي كيوصلوا له راه حقيقه. احيانا راه خدعه تسويقيه، راه عندنا الماركتينغ ديجيتال اللي صبح كيسيطر علينا بواحد الشكل كبير، ياك سيدي محمد؟ تماما تماما. تخلق هذا ان اوتر بول اللي الناس بدات كتكون فيه اللي هو الماركتينغ ديجيتال. غادي نرجع عندك لاله ايمان، ختاما رسالتك المباشره. ختاما اللي غنقول بلال، كنتمنى انه الاباء والامهات يكون عندهم المرونه كيف ما قال الضيف العزيز، باش انهم يتعرفوا على مجال ديال الانترنت، يفهموا انه راه كيف ما كان الحال راه كاين ليه مزايا. الا ما كانش عندهم واحد الاطلاع على هذا المجال، صعيب انهم يعاونوا الاطفال ديالهم ويصحوها يصحوهم فيه. مهم انهم تكون عندهم حتى واحد الثقافه يعني رقميه، يتحاولوا انهم يندمجوا في هذا العالم الجديد اللي كاين. هذا الحاجه اللي كما قلت لك تقدر انهم تعاونوا باش يوجهوا الاطفال ديالهم، يحاولوا انهم تكون الوقايه عن طريق التربيه الصحيحه مع الثقافه كما قلت لك من السن الصغير، يحاولوا هما يعطوا المثال الصحيح، يردوا البال العلامات اللي كتخلينا كنشوفوا ان الطفل ديالنا غادي في طريق الادمان. ناكد على التدخل السريع، وكنأكد على الصبر، لانه فاش كيكون الطفل كيولي كيستعمل بواحد الطريقه اللي مرضيه ما غنتسناوش اننا نقطعوا ليه مره واحده، لانه دخل في الادمان كنمشيو معاه خطوه بخطوه، واي مجهود دار كيبقى ايجابي حتى كنعاونوا انه يخرج من الادمان ديالو. شكرا جزيلا لكم. كنبغي نشكر سيدي محمد بن سلطانه، هو مسؤول تقني لمختبر الابتكار باحدى المؤسسات البنكيه. شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه وعلى هذه الشروحات التقنيه، وايضا انطلاقا من التجربه الابويه شكرا جزيلا لك. كنشكر ايضا دكتوره ايمان اخير وهي طبيبه نفسيه للاطفال، شكرا جزيلا على المشاركه الطيبه، كان نقاش ممتع جدا برفقتكم. شكرا على المعلومات اللي تقاسمتوها معنا وعلى هذا اللقاء التوعوي اللي ساعدتونا فيه، لله يخليكم. شكرا جزيلا.
جزيل الشكر، ونتلاقاو ان شاء الله فرصه قريبه. ختاما مشاهدينا الكرام، تنرجع للكلام اللي قال ضيفنا سيدي محمد، واحد الكلمه انه الانترنت عباره عن شارع، وانا كنزيد ناكد على ان هذا العالم هو شارع كبير بزاف اللي كيصعب علينا نتحكموا في اشنو فيه. يمكن تلاقاو مع الصحيح ومع الخطا، يمكن تلاقاو مع الصالح ومع الطالح، يمكن نتصدموا بالواقع اللي تلقوه، ويمكن احيانا نوصلوا لشي حوايج اللي صعيب نرجعوا فيها. خاصنا نفهموا بلي وليداتنا امام الانترنيت، هما ما محميينش، هما امام عالم افتراضي كبير واسع، فيه بزاف ديال الحوايج اللي هي ايجابيه كيف ما فيه بزاف ديال الحوايج اللي هي سلبيه. ممكن ولدنا هو جالس معنا يكون تحت تاثير مخدر عن طريق رقمي، وبالتالي ربما تجي الفرصه باش نتكلموا على هذا الموضوع هذا، واللي كيشكل واحد الخطوره كبيره على وليداتنا، واللي فضلنا بان وليداتنا راه في الدار جالسين كيلعبوا في لي جو، ولكن هو تحت تاثير مخدر اللي يمكن انه يودي بالحياه ديالو. يمكن يكون وليداتنا امام العاب الكترونيه اللي عندها رسائل عنيفه اللي كتشجعهم على بعض تصرفات، او كتنمي عندهم بعض الاضطرابات وبعض السلوكات اللي غير مقبوله بتاتا. وحنا بالنسبه لنا وليداتنا غير تيلعبوا في لي جو، احيانا يمكن يتلاقاو مع ناس اكبر منهم سنا، يمكن يوجههم لعالم اخر، يوجههم توجهات انحرافيه جنسيه او انحرافيه اجتماعيه، واحيانا حتى انحرافيه سلوكيه وفكريه. وحنا بالنسبه لنا ولادنا راه غير تيلعبوا في لي جو. كاينين دي جو احيانا اللي كينمي واحد النوع من الفكر الارهابي، ومن الفكر اللي بطبيعه الحال من شانه انه يخرب المستقبل ديال الاطفال ديالنا بدون درايه ديالنا، ولكن حنا بالنسبه لنا وليداتنا غير تيلعبوا. اللعب فيه وفيه، ما نحرمكش ولكن راقبك، هذا واجبي كاب واجبي كام. نخلق ليك اطار اللي من خلاله نحميك، هذا واجبي كاب واجبي كام. انت كطفل او كمراهق خاصك تردخليه، كيف ما تنقولوا بالصبر او لا بالخاطر، واحيانا حتى بالغصب، انت مفروض عليك انني نحميك حتى توقف على رجليك وتعرف الصح من الخطا. عالم لي جو هو عالم اللي صعيب اننا نفرضوا على ولادنا انهم ما يقربوش منه. عالم الانترنت عالم اصعب، لاننا اليوم نخلقوا او نفرضوا على هذا الجيل اللي تخلق في التكنولوجيا، واللي يمكن ناس من اكثر من الناس اللي كيقول لك جايل 4G و5G، ما يمكنش اننا نجيو نقول لهم لا ما غاديش تعرفوا هذا العالم، ولا ما غاديش تعملوا مع هذا العالم. لا، تعاملوا معاه، ولكن مسؤوليتنا نراقبوهم، ومسؤوليتنا نعرفوا واش كيستهلكوا مني ومنك ومن الاخر، لانه كاين جانب مظلم ربما تجي فرصه ونكتشفوا مع بعضياتنا، واللي صعيب حتى اننا نخترقوه، ولكن كاين من اطفالنا اللي اخترقوه، ومن نوابغ من اطفالنا اللي اخترقوا عوالم اللي كانت خطيره وخطيره بزاف عليهم، واللي كتهدد استقرارهم النفسي والصحي، واحيانا كتخلق مسؤوليه لفوق السن ديالهم. نتمنى انه حلقه اليوم تكون فاتكم جميعا، تكونوا استفدتم من المعلومات اللي عطاو المختصين اللي حضروا معنا، وتردوا بالكم اكثر مع وليداتنا، والله يرزقنا السلامه والعافيه في الاتي مع وليداتنا، ويقدرنا على التربيه ديالهم. تنبغي نشكر كريم نايسي اللي رافقنا اليوم في الاشراف التقني، الشكر كل الشكر لضيوفي الكرام. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل او في انا الكرام. دمتم في رعايه الله، ليله سعيده والى اللقاء.